جمال بعيدا عن عصبة الغرب، فريق الصاد المغربي، فريق الرئيس رمضان عزوز الشرقاوي، أكيد جيل جديد سي جمال السنوسي، فريق مرجعي وتوحشاته القسم الوطني الأول. بالفعل فريق نادي الصاد المغربي اللي كيقفل 104 دابا الان ديال الممارسه، واللي مروا منه واحد المجموعه ديال اللاعبين دوليين اللي حقيقه كانوا يضرب بهم المثل، وكان اخر العنقود، ما غاديش نقول اخر العنقود لان جاوا لاعبين من موراهم ربما ما خداوش الشهره اللي خداتها الثلاثيه ديال نادي الصاد المغربي اللي تتكون من المرحوم الرئيس سو عزوز ورمضان اطل الله في عمرهما، ولكن جاو لاعبين باش تحافظ على فريق له مرجعيه ديال 104، لانه قبل من فريق الوداد ولعب فيه للتذكير، لان شحال من واحد ما كيعرفش التاريخ ديال الكره المغربيه، ان الحاج بن جلون مؤسس ديال الوداد انه لعب في نادي الصاد المغربي قبل تاسيس الوداد، اذا هذه واحد النقطه مهمه وايجابيه، اذا فالحمل ثقيل، لان ملي كتكون فريق له مرجعيه له تاريخ الحمل ثقيل، فسنحاول قدر المستطاع اننا نحاولوا ان نرجعوا هذا الفريق للمكانه ديالو الطبيعيه اللي هي ديال القسم الوطني الاول. سنتين انها تلعبوا الادوار الطلائيه ما كتكونش الفينيش، ولكن كنتمنوا ان هذه السنه يكون معنا الحظ ونزيدوا باش تكون رباعيه ان شاء الله في السنه المقبله، رباعيه اللي كتلعب في القسم الوطني الاول احترافي، فتح الجيش توارقه ونصطاد المغربي ان شاء الله.